أولا يعني نتقدم بخالص العزاء للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في وفاة السيدة والدته رحمة الله عليها رحمة واسعة وأسكنها الله فسيح جناته. وشفنا النهاردة تشيع يعني الفقيدة والرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة وهم بيشيعوا جنازة السيدة والدة الدكتور مصطفى مدبولي بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة. الرئيس قدم خالص التعازي والمواساة للدكتور مصطفى مدبولي وأسرة الفقيدة، داعين الله عز وجل أن يسكن الفقيدة فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسرور. تقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيعي جنازة السيدة والدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، حيث قدم سيادته خالص التعازي والمواساة للدكتور مصطفى مدبولي داعيا الله عز وجل أن يسكن الفقيدة فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.